أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. شخص له زوجتان أرضعت إحداهما صبيا 3 رضعات وأرضعته الأخرى 3 رضعات، هل هذا رضاع محرم وماذا يترتب عليه؟ محرم بالنسبة للزوج لأنه يعني تكامل النصاب في حقه، وليس محرما بالنسبة للزوجات لأن يعني كل واحدة لم ترضعه الرضاع الكامل 5 رضعات، لكن الزوج تكامل في حقه، هذه 3 وذي 2 صار له 5 بالنسبة له، فيكون أبا لهذا الرضيع من الرضاع. وأما النساء فلم تثبت الأمومة لهن لعدم توفر النصاب. نعم.